لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم، واحدة أيضا من نجمات المباراة كابتن يعني دعاء غباشي، بنقول لك ألف مبروك النهاردة على التتويج للمرة 39 الأهلي بطل الدوري أو فتيات الذهب يعني بطلات الدوري. مباراة صعبة، أنا يمكن عمالة أقول مرارا وتكرارا هي كانت من بوق الأسد، خسرنا جيم 1 قدرنا إن إحنا نرجع تاني كومباك في جيم 2، النهاردة كانت مباراة صعبة جدا، تقولي إيه عن البطولة؟ يعني تقريبا انا بقالي 19 سنه بلعب فولي، دي اصعب بطوله انا لعبتها في حياتي، يعني نفسيا اكتر بكتير قوي من ان احنا نلعب، احنا واثقين في بعض والكلام اللي كان بيتقال في اول السيزون ان الفرقه دي هتخسر والفرقه دي مش هتقوم لها قومه تانية، واحنا اثبتنا للناس كلها ان الاهلي بمن حضر وان الاهلي دايما اتعود على الذهب، وزي ما لقبونا جماهيرنا بفتيات الذهب، والحمد لله قدرنا ان احنا نسعدهم وفعلا نعرفهم ان احنا رجاله في فترات ممكن الكيرف ينزل شويه، بس خليكم واثقين فينا ان احنا في الاخر ان شاء الله هنبقى فتيات الذهب. كابتن دعاء، يمكن العامل النفسي عامل كبير قوي، فكره انه جيم 1 تبقى مش بتاعتنا تروح للزمالك اكيد كان ليها عامل نفسي كبير جدا، زي ان انتوا قدرتوا تتغلبوا او تعملوا كام اوفر على فكره العامل النفسي ده، اكيد برضو كابتن حمدي كان ليه دور في ده، قولي لي يعني فكره او يمكن التحول اللي حصل بعد جيم 1 ازاي ده حصل علشان نكسب النهارده البطوله. والله اول حاجه كابتن حمدي اكيد اتكلم معانا، بس كان في دعم جامد قوي من الاداره، كابتن خالد اصر ان هو يبقى موجود معانا ويشجعنا، وكابتن عمرو كلمنا وكابتن بيبو، ثلاثه كلمونا وقالوا لنا ان هم واثقين فينا وهيجوا يتصوروا معانا اخر يوم بالدرع ان شاء الله، وفعلا احنا كنا قد الثقه اللي هم كانوا واثقينها فينا، والحمد لله قدرنا ان احنا فعلا نتصور معاهم اخر يوم بالدرع. النهارده غير البطوله كمان كان في يعني يمكن يا كابتن دعاء لفتات حلوه جدا عمرنا ما نقدر ننساها، عمرها ما تقدر تتنسي في البطوله دي، وجود كابتن بيبو، وجود طبعا يعني عدد من مجلس الاداره، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، فكره التحيه اللي كانت ما بينكم انتوا الاثنين، انتوا كمان وجهتوا لهم تحيه خاصه، اكيد دي اكيد لقطات عمرها ما تتنسي، تقولي ايه عنها النهارده عن الدعم ده؟ اكيد هم عشان هم اكتر ناس بجد بيدعمونا، ومن اول السنه قعدوا كان عندهم ثقه رهيبه فينا برغم كل الكلام اللي كان بيتقال، بس هم بجد كان عندهم ثقه رهيبه فينا، والحمد لله بجد بجد ان احنا قدرنا نبقى قد الثقه اللي هم مدينها لنا، بس فاي حد واي لعيب في الدنيا يتمنى ان هو يبقى عنده اداره زي اداره النادي الاهلي. الف مبروك مره ثانيه كابتن دعاء، الف الف مبروك. الله يبارك.